شويه خففوا من هالعنايه الضخمه كلها بس على الجسم. الدنيا مقلوبه كلها على من؟ على الجسم. انطوا شويه من هالفعاليات، من هالاتعاب، من هالالام، اطوا من عدها عشر للروح، من الصبح لليل، حمام للجسم، ملابس طيبه للجسم، قصر ضخم للجسم، رياضة جسدية للجسم، طعام للجسم. يا أخي مو هذا كل الجسم اللي هالعناية كلها مصبوبة عليه؟ شو دشيله وذبة بعد يومين بالقبر وتعال شوف حاله شلون. شوية قطوا من تعبكم للروح، ربوا أرواحكم. من الصبح غسلوها من الحقد، اللي عنده حقد خليه يغسل هذا الحقد من نفسه.